بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى روسيا الاتحادية، قامت الحكومة الروسية بوضع علم مملكة البحرين وعلم روسيا الاتحادية على برج أوستانكينو، إضافة إلى نشر علم مملكة البحرين على جميع المباني المضيئة في شارع نوفي هاربات في قلب العاصمة الروسية موسكو.